إخوة السلام عليكم. دابا الجانب ديال الشاكي من ناحية رياضية لما باش يجيوك هاد الوجوه وهاد الخامات ديال الرياضة بكرة القدم وكاينين دي زابيط والناس باش يعترفوا بهاد الاعتراف وكتعرفوا بان الوقت ديال دابا بان الوداد لعبة دابا من الصعب وريال مدريد كيما قال لا دابا غنعطيكم جانب الشكل موظف هاد الجانب بشكل موظف قدا معنا ما يفوق 30 سنة نفس داكشي اللي كيأدي مع الإخوان في الرياضة ومع الوليدات كان كيديه معنا كموظفين وحنا باسم النادي البلدي وباسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأن حنا كنمثلوها داخل جماعة الدار البيضاء كنمتنوا لهذا الرجل لهذا الضحية ديالو ليل ونهار وكيخلي وليداته راه نفس العمل اللي كيدير معاكم كيديروا معنا حنا كموظفين ومن هذا المنبر كنقدموا له ألف شكر واخا حنا ما عطيناه والو ولكن هو كيبقى الأب ديالنا الروحي وكيبقى هو الأول والأخير وكنشكروه على هذه المبادرة راه كنا في اجتماعات رسمية وغوت علينا ولكن جينا كنجلو وشكرا للجميع لهذا الحضور شكرا إذا الهدية اللي غادي نقدموها للسي البشيري أو سي مديوان هذي سي مديوان واحد سيد شكون؟ سي مديوان يعني واحد سيد يعني يؤازرنا ويكون دائما معنا يعني ولو تيجي من بعيد ماشي بعيد بزاف ولكن ديما معنا هذا السيد تحمل واحد الاسم تستحق الاحترام والتقدير هذا السيد الى تذكروا سيد طاهر الرعد رحمه الله حارس المرمى ديال المحمديه وكذلك خلينا نهضروا النار عليكم هو السي بوشعيب الرعد اللي تنطلب منه باش يجي يتقدم بهذه الكاس السي شكرا على التصفيق ديالكم جزاك الله خيرا هذه نختتم بطبيعه الحال هذا الحفل البهيج و مسبقا يعني تن من جديد تنطلبوا منكم المعذره اذا ربما فيما تعرف بجانب ديال التنظيم يعني كاين شويه بعض هذا سامحونا على بعض ولكن ماشي هذا هو اللي تهم اللي تهم هو الحراره في اللقاء هو الحراره ديال المحبه والتقدير اللي جميعا عبرنا عليها سي خالد الشاكي وسي خالد الشاكي شو ما تكلمش خصو يقول شي حاجه اللي غادي يتكلم في المكان قال لك هو لا يتقن الكلام ولهذا غادي نعطيو يعني الميكروفون سي حسبي اللي غادي يقول الكلمه باسم سي خالد الشاكي وغتكون هي الكلمه النهائيه ومن جديد شكر كل الشكر على الحضور ديالكم وغادي نخليكم تمشيو تفرجوا في الفريق ديالكم العزيز فريق الوداد ولكن قبل ذلك يعني نتمتوا لسي عزمي في كلمه ختاميه حق سي خالد الشاكي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحضور الكريم. بالنسبة لخالد الشاكي بالنسبة لي أنايا أب الروحي ديالي أنا تعلمت منه حوايج كثيرة تعلمت من هذا السيد هذا لا هو ولا لا إخوان كما تقول عائلة الشاكي الشاكي راه عائلة كبيرة عطات شيء كثير لكرة القدم ما بين السي محمد وعبد العالي والسي خليل ورضا وطريق كلهم عطاو شيء كثير للفريق الوداد الرياضي أنا ما نكذبش عليك أنا الناس هذو تعلمت منهم حوايج كثيرة تعلمت منهم واستفدت منهم حتى في حياتي ديالي استفدت منهم وعطاو الشيء الكثير وشكرا لخويا خليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل يعني ندعوكم واحد السيد ربما تيخدم في الخفاء أكثر من خالد الشاكي. وشحال أصرت على أنه يأخذ الكلمة. هو الرئيس ديال الفريق ديال النادي البلدي. ما بغاش يأخذ الكلمة. إذا غنتصفقوا عليه هو وقوفا جزاك الله خيرا. هو هذا سي رضوان يعني هذا هو الرئيس ديال الفريق للنادي البلدي للصغار فاذا شكرا لكم جميعا والى اللقاء في تكريم اخر
المرة ربما نسيو الرجاء. موجي لا 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 لا